يعني نحضر التكريمات ان شاء الله ونقول لهم الف مبروك. هم اصدقائي الغاليين جدا وبموت فيهم الاثنين، وان شاء الله هحضر الندوات بتاعتهم. ازاي استاذ حسين فهمي؟ اكيد مفيش احلى من كده. واسم حسين فهمي على اي عمل ده علامه للجوده، يعني علامه للنجاح. اكيد حتى حضرتك خريطه ان تحضري افلام معينه في افلام كل يوم. انا موجوده من الصبح بالليل، يعني هحضر كل الافلام. سينما ايه تحديدا اللي عجبني؟ فيلم الافتتاح جدا، ستيفن سبيلبرج وقصه حياته رائعه. يعني كان نفسي كل الناس اللي جريوا، في ناس جريت لكن هيندموا، لانه الفيلم حلو قوي، الفيلم حقيقي حلو قوي. والفيلم النهارده جلال الدين عجبني جدا جدا. وهنشوف بقى كل يوم افلام، وهنشوف الافلام القصيره. الهام صفيه الدين بطله فيلم قصير راح فينيسيا، فطبعا هحضر الافلام يعني مش طويله بس كمان الافلام القصيره. ونشجع الشباب 19 بيه بعد بكره، وبكره السباحتين برضو كان دعلوش شركه بيه في مهرجان فينيس. كل الافلام الجميله واللي شرفت مصر في مهرجانات كبيره لازم نشجعها ونشوفها. وحتى لما دخلتش مهرجان واول عرض ليهم برضو، اكيد المهرجان مختار نوعيه عاليه جدا من الافلام. اللي مركبه الفستان اللي جنبي. اشكركم. جميل قوي. ميرسي. اشكركم. ماركه اسمها بيرلا. ميرسي.